فضيلة الشيخ، ما حكم السترة وما مقدارها؟ السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام. أما مقدارها فقد جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن من لم يجد فليخط خطا. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب. فالحديث ليس فيه علة توجب رده، فنقول أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحم، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم. نعم. رجل دخل المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد خلف سترة، مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول، فهل يصلي خلف السترة أو في الصف الأول؟ إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فليتقدم إلى الصف الأول. والسترة خفيفة، يعني ليستتر أحدكم ولو بسهم، يمكن أن يضع إنسان مسواكه وتكون سترة. نعم.